جاهز؟ جاهز. أنا مستحيل أقدر أربحك. لا لا لا، أنت هتربحني يعني هتربح. لا لا، مالكش حل تاني غير إنك تربح. ما حدا بيربح السنة. لا بتربح إن شاء الله. برشا برشا يا مدلل برشا. بدك تدبك؟ بدي يا. ما بتعرف تدبك؟ ما بعرف. بتعرف تدبكي؟ شوي، كوني لبناني بس مش سورية، علمنا يعني. امسك قلنا مسيكة فيها دب. هي ست خطوات. واحد. لو الله يقطع خمسة ستة هو يلقى الناس هو يا الناس يما مالكي بوراي هو مالكي الله معانا مع مصر أم الدنيا ولبنان اللي بحب كل البلدان العربية طبعاً. طبعاً. إحنا سعداء كتير. أنا بدأناها رأس ومديح وغنى ودبكة وغنى. أنا بس عايز أقول حاجة للجمهور، أنا بجد جد بجد عن جد قصي من النجوم المفضلين بالنسبة لي. الله يحفظك. وهو ممثل رائع يكاد يكون مدرسة في التمثيل. الله يحفظك. أنا وعيلتي كلها بنستمتع بأعماله. شكرا. والله العظيم مش مجامله عشان هو واقف قدامي، بس ما شاء الله ربنا يزيده يا رب. الله يحفظك ويعليه كمان وكمان. الله يحفظك. نحن من بعدك. سلام. من بعدك. سلام. والله من بعدك. سقه كلام حلو، وطبعا اجواء رمضانيه رائعه عم نشوفها بالاستوديو اغلب السقه، ولكن حتحب تقول ايه في سياق برنامجنا؟ اللعب، العرق. احب اقول لك يا قصي ان انت منور، ان شاء الله هتبقى منافسه حبيه جدا لان انت حبيبي وانا عارف منزلتي عندك. ان شاء الله انت كسبان انا كسبان واحد في بيتك. خلاص تمام. هذا متفقين عليه. بس يعني اخر كلام واخر سلام ما بين الاحباب. حبيبي حبيبي.